اختتمت فعاليات برنامج المرأة والتكنولوجيا الذي ينظمه بنك ستاندرد تشارترد بهدف دعم رائدات الأعمال والشركات الجديدة التي تقودها نساء مملكة البحرين. هذا ويوفر البرنامج منصة لرائدات الأعمال لعرض مهاراتهن وتسريع مشاريعهن ورعاية الأفكار المؤثرة والمبتكرة في المجال التكنولوجي. بتنظيم من بنك ستاندرد تشارترد اختتمت فعاليات برنامج المرأة والتكنولوجيا في نسخته الثالثة، والذي يهدف إلى دعم رائدات الأعمال والشركات الجديدة التي تقودها نساء مملكة البحرين، وذلك بحضور مسؤولين تنفيذيين من المجلس الأعلى للمرأة ومصرف البحرين المركزي وبنك ستاندرد تشارترد وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية. ستاندرد تشارترد has initiated this Women in Tech program. أطلق بنك ستاندرد تشارترد هذا البرنامج الخاص بالمرأة في مجال التكنولوجيا في 7 مواقع حول العالم، ونفخر بإطلاقه في البحرين للمرة الثالثة، ونحن نعتقد أن التكنولوجيا هي المستقبل، ونؤمن أن المرأة تساهم بقدر هائل في هذا المجال. طبعا الاهتمام باللي هو المرأة في المجال التكنولوجي مهم جدا، لأن مثل ما أنت عارفة العالم قاعد يتطور وقاعد يتغير، والمرأة تعتبر نص المجتمع، فالعالم قاعد يتوجه بشكل سريع إلى اللي هو التكنولوجيا الرقمية، ووجود المرأة وتشكيلها 50% من القوى اللي في العالم بيكون لها دائما تأثير كبير في إحداث التغيير في العالم. يتيح برنامج المرأة والتكنولوجيا الفرصة لعشر شركات ناشئة للانضمام في برنامج تدريبي لمدة 8 أسابيع، بالإضافة إلى التوجيه والتدريب بمناهج تسير وفق أعلى المعايير العالمية، حيث يوفر ستاندرد تشارتر جائزة إجمالية بقيمة $30,000 أمريكي للمشروع الفائز، ويقدم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية للفائزين إقامة لمدة معينة في مقرهم. لقد كانت أمسية رائعة الليلة مع الفوج الثالث من برنامج المرأة والتكنولوجيا، والذي يهدف لتطوير المرأة في مجال التكنولوجيا في البحرين. هذا البرنامج يصنع الشركات التي تقودها النساء لتطوير الحلول التكنولوجية محليا وإقليميا. develop their solutions in the region. طبعا احنا جدا سعيدين وممتنين ان احنا اليوم في البحرين عندنا دعم حق المرأة البحرينية في مجال التكنولوجيا، فحبيت اوصل شكري الى البنك البحرين المركزي، المجلس الاعلى للمرأة في البحرين، عندنا ستاندرد تشارترد، البحرين فنتك بي اللي ساعدونا في هاي البروجرام والتجربة. التجربة كانت صراحة جدا رائعة، ان نكون ويا ستارت اب صغير نتكلم عن احنا مشاريعنا وشلون نقدر نطور من مشاريعنا، فتعلمنا صراحة الكثير من زملائنا في البروغرام يعني، فالحمد لله كان برنامج رائع. يسعى برنامج المرأة والتكنولوجيا إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرائدات الأعمال في مملكة البحرين عن طريق مشاريع ريادة الأعمال التي تسعى لتعزيز وجودها عبر المنصات الإلكترونية. برنامج المرأة والتكنولوجيا في نسخته الثالثة يواصل تشجيع سيدات ورائدات الأعمال على الاستثمار والتفكير في مشاريع قائمة على الإبداع في المجال الرقمي، وتأهيلهن للتعامل مع مختلف متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.